عقد مركز الدراسات الوبائية والبيولوجية للطفيليات الليشمانية الملتقى العلمي لطلاب الدراسات العليا في مجالات العلوم الطبية والحيوية السريرية والبيولوجية في جامعة دمشق قاعة رضا سعيد. الملتقى هو الملتقى الأول اللي بيقيمه هذا المركز، هو ملتقى خاص بطلاب الدراسات العليا، كونه المركز يعتبر كحاضنة بحثية للطلاب، بحيث أنهم بيجروا سواء للطلاب أو للباحثين بيجروا في أبحاثهم العلمية. طبعا المركز بيتميز بمخابر نوعية مميزة مع أجهزة، بالتالي بتوفر على للطلاب مجال بحثي أو بيئة بحثية نوعية لحتى يجروا أبحاثهم. الملتقى يستمر على مدى يومين ويتضمن محاضرات علمية في المجالات الطبية. عنوان محاضرتي بالفوتو دايناميك ثيرابي، وهي آلية حديثة بالمعالجة بالفوتونات، سواء النورمال لايت يعني الضوء العادي أو الليزر لايت، ورح نعمل مقارنة بين المعالجتين ورح نوضح آلية هذه التقانية، وبقدر نقدر نغطي بهي التقانية مجموعة كبيرة من المعالجات الطبية، وخاصة إذا استخدمت الضوء العادي فهو قليل الكلفة جدا. دراستي كانت تتضمن دراسة مركبات تيازولية جديدة على خط خلوي سرطان اللي هي سرطان الثدي. كانت الدراسة بتتضمن مركبات جديدة معنا ما تم دراستها من قبل، وكانت الدراسة بتركز أكثر على موضوع النقائل والهجرة أكثر من القتل، وكانت النتائج كتير جيدة. المركبات كلها اللي اندرست كان لها تأثير على الـ على الـ على تثبيت هجرة الخلايا السرطانية، وبحب بس ركز على موضوع انه نحن السرطان الثدي كثير شائع عندنا بسوريا، فيفترض انه نحن نزيد الدراسات بهذا المجال ونركز على موضوع المركبات الجديده. عم تتصنع كثير مركبات عندنا بسوريا، لازم نستفيد نحن من هي المركبات. الملتقى يهدف الى تطوير قدرات الباحثين وطلاب الدراسات العليا وتبادل الخبرات وتعزيز ثقافه البحث العلمي.